كل سنة وانتو طيبين. النهاردة بقى عملنا الترمس بتاع العيد، ده كان اخر حاجة معانا. الترمس ده بقى بنعمله قبلها بيومين. بص انا كنت بلاف مية معاكم الاول بس الفيديو اتمسح مني. بص انا جبته ونقعته، وده شكله بعد ما نقعته يوم. بص بالشكل ده معايا، هو هينفش معاك ويبقى بالشكل ده بعد ما تبليه يوم بحلو في المية. ولو هتجيبيه مر لازم تجيبها قبلها باسبوعين، عشان كل يوم بتغيري عليه الميه كم مره في اليوم. ده الترمس الايه المسكر. بصي وحطيت عليه ميه وهروح بقى اغليه. وده حمص برضو بنعمله، بنحط عليه كمون وليمون وشطه زي الترمس بالظبط. بتسلقيه برضو نفس الكلام. بصي وده غلي معايا الترمس اهوت، هو غلوه واحده بس، وتنزليه بقى من على النار عشان ما يتهريش معاكي. بص هو ده كده اول غلوه معايا. هو هيعمل معاكي الريم الابيض ده عادي، هو الترمس بيعمل كده. وانت بعدها برضو هتغسليه كام غسله قبل ما تحدقيه. والحمص برضو غلي معايا، وكنت برضو نقعاه قبلها بيوم برضو. وبعد بقى ما تغليه نزليه بقى وصفيه المصفى وسيبي عليه الميه. وبعد ما تغسليه كام غسله حطيه في الحله كده وانزلي عليه بالملح بس. وكل سنه وانتم طيبين.